السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد ومعاكم شيماء سعيد. بناء بقى على طلبكم، طلبتوا تعرفوا مصنعية الدبل وتمن الدبل واوزان الدبل، فان شاء الله النهاردة في محل الملكة في الصاغة المحلة الكبرى هنشوف بقى اجدد موديلات الدبل هنا وحاجات حديثة، وتعرفوا بقى الموديلات المختلفة واللي بفصوص ومن غير فصوص، ونعرف الاسعار وكل حاجة، والحاج سعيد ان شاء الله معانا يعرفنا كل حاجة. يلا بسم الله. دلوقتي قدامي ده دبل 18، دبل سادة من غير فصوص ودبل بفصوص. طبعا الدبل السادة بتمتاز انها بتبقى تقيلة وقوية وبتتحمل، بتبقى دبلة العمر. العيار بتاعها ب 570 جنيه دلوقتي حسب السعر الذهب اللي موجود دلوقتي. ده هو عيار 18؟ اه تعالى نعم. يعني اي عروسة او اي حد بياخد الدبل، بياخد الدبل 18 السادة، لان ممكن تلبسي عليها محبس بفص اسمه سولوتير، بيديله منظر ورونق جميل. وعندنا احدث تشكيلات الدبل هنا، دايما الجديد دايما عندنا. دي كلها 18 ولا كل ده 18 سادة وبفصوص؟ طبعا حسب طلب الزبونة هي وراحتها تاخد اللي هي عايزاه بفصوص او من غير فصوص. طبعا الدبلة المفصوص بتغني عن المحبس، اما الدبلة السادة لازم عن المحبس، بيبقى محبس سولوتير خفيف كده عشان الدبلة بتبقى عريضة، بيديها شكل جمالي حلو قوي قوي قوي. ومن هنا بقى بتعرفي انت سعر الذهب، بنوزن الدبلة. عندك دبلة زي دي كده مثلا سادة اهي، عيار 18، بنوزنها على الميزان. الميزان برضو لازم تتأكد من الميزان ان يكون 3 اصفار قدامك متزير، مثلا مخزن 2 مللي اهو برجعه، بيبقى 3 اصفار الميزان على اساس تاخدي حقك في الميزان ومظبوط. نستنى الميزان بقى لما يزير ونحط الدبلة كده نوزنها، يطلع الوزن الحقيقي بتاع الدبلة. خدت بالك؟ دي 7 جرام 94 بضرب في 570، دي تعتبر تقيلة في 12%. عيار ال 18 بيبقى سعره اقل بس مصنعيته اعلى من 21 2%، لان الشغل بيبقى اعلى شويه. الشغل ال 21 بيبقى 10% وفي 8% وفي 7% حسب الخامه اللي موجوده، حسب الشركه اللي بتقدم الدبل بتاعها. طبعا في دبل لازوردي، في دبل عاده، في دبل. طب يعني الدبله دي تعمل كام؟ سعرها كام؟ دي 7 جرام 94، 7 جرام 7 جرام، خلي بالك من الاله الحاسبه، 7.94 قدامك اهو، 7.94 على الميزان على الاله الحاسبه، بضرب في 570 زائد في 12، ال 12 بنعملها 112 على اساس تبقى ال 12 12%. يعني بيضربوها 12 مرة، يعني في 12 في 12 اللي هي 1 1 2 او 12 الكل على 100، يديك الناتج عشان تبقى الجمع كل تعمل 5068، نقول 5065. يعني الدبلة دي عاملة 5065 جنيه. تقيلة تقيلة دي، 8 تقيلة. جرام الا 5 مللي. طبعا عايزين نشوف اوزان خفيفة شوية، يعني تكون معقولة، ما تكونش تقيلة كده. هي دبلة زي دي اهي متوسطة برضه، صب 5 جرام 37. الورقة من دي اللي موجودة في الدبلة 6 مللي. ما تنسوش يا جماعة توزنوا الورقة، لأن الورقة ليها وزن. لازم تتخصم. 6 مللي تبقى 5 جرام 31. نقول عن أنا الحاسبة كده 5 جرام 31 في 570 في 1.12، وزي ما قلت لكم يا 112 يا 12 الكل على 100، يديك الناتج 3389، يعني 3390. ماشي، يعني الدبله دي عامله 3390. طبعا على في حسب أقل منها في اقل، يعني ممكن نوزن حاجه اقل لحاج سعيد. دي خفيفه شويه، خفيفه برضه وساده برضه، بتعمل 2 جرام 58 من غير ورقه، 2 جرام 57، 2 جرام 57 في 570 في 112 زي ما قلت لكم اللي هي المصنعيه، تعمل 1640، تعمل 1640 50 عامله 1640. يعني فيه هو يا جماعه على يعني حسب الوزن، جميع الاوزان، جميع الاوزان، يعني اي دبله ب 1600 جنيه، لغايه جرام، لغايه جرام ونص، لغايه 2 جرام، كل الاوزان. وانا هوريكم كل الاشكال برضه، كله مطلوب. ندخل بقى نتكلم بقى، احنا اتكلمنا على الدبل الساده اللي هي ال 18، نتكلم بقى على الدبل ال 18 برضه اللي بخصوص. الدبله دي ميزتها بتغني عن المحبس، تبقى منها دبله ومحبس في نفس الوقت، زي دبله زي دي كده.
عيار 18 مخصوص. فاسمكم برضو المجلات عشان تبان في اللبس اكتر يعني. دي اهي دي احدث حاجه نازله برضو. احدث حاجه دي انا زرتي ولا ايه؟ لا شركه اسمها اي جي. وبرضو في دبله تانية برضو حطها جنبها، حطها جنبها برضو. دي مكتوب عليها لافي. لافي مخصوص. دي بتغني عن المحبس اللي هو بيبقى مع الدبله السادة. يعني دي تتلبس من غير محبس، بيبقى شكلها طبعا زي ما انتم شايفين. سعر الذهب واحد 570، يعني ما حدش يضحك عليكم ويقول لكم دي بسعر ودي بسعر، لا الذهب كله سعر اذا كان 18 ولا 21 السعر ثابت. هو سعر الاختلاف في المصنعين، يعني الساده دي كانت 12%، دي برضو 12%. نعمل الواجب لزبايننا وحبايبنا لما يجوا تبع يعني القناه، يبقى في خصم للقناه برضو هنا اهو زي بدل 13 و14 و15، لا يبقى في برضو 12 عشان نكسب الزبون، بدل ما نكسب في الخامه نكسب الزبون برضو، ونعمل مصلحه للزبون عشان يتعود ويجي لنا على طول هنا على المكان اللي احنا قاعدين فيه. هنا اللي يجي الحاج سعيد حماده في محل الملك. انا هوريكم المحل تاني. تاني دكان على طول وانت داخله من الحنفي على ايدك اليمين، يعني بعد دخلت الحنفي تعد دكان عواد، وبعدين السنتر ابو هلال، وبعدين الملكه تالت دكان. عايز التجوالين دي كده يا حاج سعيد؟ الدبله دي برضو جميله قوي، اسمها دبله بلغاري. دي دبله بلغاري، بلغاري برضو مصنعيتها، مش هنزود عليكم، هي بتبقى مصنعيتها غاليه شويه بس برضو 12% عشان برضو نكسب الزبون وما يبقاش فيه ظلم على الزبون. دبله يعني بلغاري اهي هنا، وهنا هيبقى في خصم عليها. هنا اللي هيجي يعني دي مصنعيتها المفروض غاليه، هيبقى في خصم عليها ان شاء الله للي هيجي. ده كل الدبل ال 18 وجميع الموديلات موجوده. شوفوا بقى بانواعها موجوده، وفي حاجات ثانيه طبعا في بس كتير، في حاجات كتير قوي يعني، موديلات كتير على جميع انواع الدبل عندي، ما فيش صنف او موديل مش عندي، كله عندي على اساس. ولو حاجه عجبتك في محل بره ممكن هنا يجيبوها لك برده يعملوا لك. احنا لنا هنا 7 فروع 8 فروع، محل تبع الملكه برده هنا في الحنفي باسم جماعه ابو هلال، برده ممكن تروحي تتفرجي على اي باترينه تعجبك اي حاجه. المهم ان انت لو عجبك حاجه في اي باترينه ما تخشيش لصاحب الدكان وتتمنيها ولا تمزنيه، تشوفيها في الباترينه وتيجي تقولي لي عاجبني دبله او عاجبني غويشه او عاجبني سلك او عاجبني كوليه او عاجبني اي حاجه في الباترينه اروح اجيبها لك. اهم حاجه ما تخشيش تتمنيها مع صاحب المحل، على اساس هنا العرف، مع العرف هنا في الساغه لو دخلت تمنت اي حاجه في اي دكان وانت تبعنا تيجي عشان اجيبها يرفض يداني عشان ايه؟ بدل التمنت، لان ده شغل مع بعضنا، ما ينفعش انا اديك سعر وهو يديك سعر، لان ممكن اجاملك واعمل لك واجب في الشغل على اساس انت اللي تبقي كسبانه في الموضوع ده، على اساس تبقي انت المستفيده الاول والاخير. ده كل اللي احنا بنصارح به وبنعرف الناس ازاي تشتري الذهب وازاي توزنه، واذا كان في ورقه ولا حاجه تبقى ناصحه. طب بالنسبه يا حاج سعيد لو واحده معاها دبلتها القديمه وعايزه تاخد واحده جديده بيبقى الحساب ازاي؟ بالنسبه للدبله القديمه اللي هي عاوزه تغيرها ولو في فرق ولا في حاجه، بنوزن الدبله القديمه قدامها برضه على الميزان، وبينكتب قدامها في النوته اللي قدامي، وندرب زي ما بتشتري، زي ما بنبيع زي ما بنشتري. يعني الدهب ب 570 اشتري منها ب 570 وابيع لها ب 570. زادت شويه الجديده، الدبله الجديده بنعمل فرق بس في الدهب والمصنعيه على اساس برضه تبقى هي مستفاده والكلام من ده. وبعدين لازم احنا بنبقى عندنا رحمه برضه، ما عندناش استغلال ولا اي حاجه في اي حاجه من البيع ولا الشراء، على اساس برضه الناس برضه تعبانه في القرش وتعبانه في كل حاجه. شفت اهو دي بعض التشكيلات اللي هنا، في حاجات تانية كتير كتير قوي. في ده 18 في بس ده يعني ايه خلاصه الموضوع كله، اللي هو احدث حاجه نازله مخصوص، والحاجات اللي هي الساده برضو اللي فيها شغل، وفي دبل ساده برضو اسمها دقاق جديده برضو وحديثه احسن من الدبل دي بكتير. شوف الدبله دي محفور عليها كده لاف، مكتوب عليها لاف والله، ده بفصوص. وفي دبل بقى اسمها دقاق زي دي كده، دبل دقاق دي جميلة زي دي قوي عجباني، جميع مقاساتها موجودة، وبرده مصنعيتها 12%، هي مصنعيتها عالية، بس احنا بنعمل بقى ايه بنروج البضاعة وبنعمل عرض للناس على اساس برده اللي هياخد دبلة هياخد قويشة هياخد سلك هياخد زي ما انتم شفتوا يا جماعة. هنا اهو اللي يجي الحاج سعيد حمادة في محل الملكة، وان شاء الله يتعمل له واجب حلو قوي، وفي خصم، وفي حاجات مصنعيتها عالية، يتعمل لها مصنعية عادية زي الذهب العادي.
لان اللي هيشتري دبله هياخد حاجه جنبها برضو. اه وزي ما انتم شفتوا في اسعار متفاوته، يعني اللي انت عايزاه كله موجود من اول جرام ويل لحد 7 جرام، في اتقل من كده وفي كل الاشكال. وبرضو عاوزه تعرف المصنعيات والتضريب ازاي وتمن الدهب ازاي، وعاوزه تاخد تعرف دهب خام قد ايه، والمصنعيه يكتبوا لك في ورقه كل اللي انت عايزاه، ونطرح ده من ده تعرف مصنعيتها والكلام اللي بنقوله بكل صدق وامانه. يعني هنشوف برضو كده السلاسل اللي هي بتبقى صغيره السيمبل، في ناس بتبقى بتحبها زي بتاع المذيعات، اه زي بتاع الممثلات اللي تتلبس دي. آه شغلها جميل قوي، هي بتعجبني انا يعني، بشتري منها بتبقى عجباني انا، فاكيد هيبقى ليها برضو ناس بيحبوها. زي ما انتم شايفين كده في تشكيله كبيره هنا، وفي ايطالي وفي ذهب لازورتي وحاجات كتير. وكمان الميزه في السلاسل دي ما بتوزنش، يعني اي مبلغ معاكي ممكن تجيبي بيه سلسله صغيره بسيطه. يعني في اشكال كتير اهو. وهنا ميزه المحل ان دايما في تجديد، يعني انت ممكن بعد فتره تانية تيجي تلاقي شغل جديد، دايما بيبقى في جديد هنا. والمحل هنا قسمين، يعني المحل ده بقى مقسوم ريونين. اه موجود قسمين، ريون انا موجود في ريون، وواحد برضه حبيبي زي هنا كده. اه في ريون قصادي برضه هنا كده الجزء الثاني، وفي برضو تشكيلة من الثانية بالسلاسل الصغيرة دي برضو هنا اهي، تشكيلة ثانية هنا او هنا واحد، يعني يعجبك هنا حاجة وهنا حاجة كل واحد. هنيجي هنا تاني نشوف هنا، بس نخلص القسم الثاني الاول وبعدين نيجي الجزء ده ان شاء الله. دي بقى اسمها كوليهات سيمبل صغيرة، اشكالها جميله قوي وخفيفه في الوزن. دي 18 برضو يا حاج سعيد. كل ده 18، يعني مثلا نيجي سلسله زي دي كده عيار 18، نشوف وزنها نحطها على الميزان فوق ملي زياده، عامله 3 جرام 22. 3 جرام 22 بنضربهم على الاله الحاسبه، 3 جرام 22، خلي بالك معايا وانا بدرب، 3 جرام بوينت 22، بضرب في سعر الدهب 570 في المصنعيه 1 1 2. برضو ده للزبون اللي هيجي تبع القناه هنا، ده الخصم، خصم المتابعين يا جماعه 12% على الشغل الجديد ده، بيبقى 15 و16%. تيجي الاجمالي بتاعها 2055. في برضو اتقل شويه زي ما انتم شايفينه على الكولاه، الرقبه الطويله ده برضو 3 ادوار، برضو مش هنزود عليكم، هيبقى برضو مصنعيتها 12% برضو على حسب برضو الدعاية والعرض اللي بنعمله ده، عرض عشان زبوننا اللي يجينا للمحل برضو اهو. تحطها تتأكد من الميزان المصفر، هيديكي 7 جرام 63 او 65 اهو، الميزان قدامك هو اللي بينطق، مش حدش بيجي يمته، على اساس تدربي الوزن اللي قدامك ده في السعر 7 جرام 65، نيجي على الآلة الحاسبة كده نضرب 7 جرام 65 في 570 في ال 12% من الأول تاني، 7 جرام 65 7 جرام 65 في 570 في ال 1 1 2 زي ما عرفتكم، برضه ده عرض يساوي 4880. يعني السلسله هي ب 4880 جنيه. يعني شوفوا كمان ما شاء الله شكلها، يعني دي ثلاث ادوار، دي فرق بقى عن ما ببيع لاي زبون 200 جنيه 150 جنيه، ده واجب برضه للزبون. يعني شكلها قايم يا جماعه، مش ده عرض للمشاهد اللي هيجي يشتري مني، يعني على اساس هتبقى فتره محدوده برضه، على اساس نكسب الناس بس وتبقى ايه لحبايبنا اللي هيجونا. عايزين نوزن دي كمان برضو نشوف وزنها، هي دي نوعها ايه؟ شركة معروفة اسمها ايه؟ اندريا، شركة اسمها اندريا جورج. اندريا جورج، اندريا جورج برضو 5 مللي او 6 مللي بنخصمها ساعة الوزن اهو، عندك 4 جرام 78 يبقى 4 جرام 72، نقول 4 جرام 72 في تمن الدهب 570 في المصنعية 1 1 2 برضو عرض يساوي 3010. الله جميلة جدا.
وسلسله جميله، والستايل بتاعها جميل، والموديل بتاعها جديد اسمه كوليه بدل السلسله العاديه، والدلايه فيها بتبقى كوليه معروف زي الكوليه الكبير زي بتاع اللازورد زي الشرابيه كده بس على صغير. الكبير بس على صغير. دي الموضه اللي طالعه جديده دلوقتي. جميله قوي. دي الموضه اللي طالعه جديده دلوقتي. طبعا المحله الكبرى شارع الحنفي او شارع الساغه، المحل اسمه الملكه. طبعا صاحب المحل الحاج سيد ابو هلال، واحنا معاه في الدكان كلنا هنا ايد واحده، وبنحافظ على الزبون، ولازم نديله الامان ونديله حقه على اساس يبقى طالع مرضي ومبسوط. واهم حاجه عندنا نكسب الزبون، ده مكسبنا. مش مهم نكسب في الخامه او في الذهب او اي حاجه، نكسب الزبون اهم حاجه عندنا، ويبقى طالع مرضي من هنا. وبنشوف طلبات الزبون، وعندنا التشكيلات والموديلات الحديثه الجديده، اي جديد تلاقيه عندنا على طول. عايزين نشوف بقى يا حاج سعيد الروايش، احدث الروايش عندنا، لان بنجيب اي موديل جديد بيطلع بيتعرض علينا، وبنشجع المنتج عندنا عشان الزبون بيبقى عاوز الجديد دايما باستمرار. عندنا انواع الدبل الجديده، انواع دبل مخصوص، واللطم اللازوردي والايجي والاندريا جورج، كل جميع انواع اللطم موجوده عندنا، جميع انواع الشركات موجوده عندنا بتنزل لنا الشغل، جميع انواع الغوايش مخصوص وساده، وكل منقوشه وخليجي وسعودي، كل الحاجه دي موجوده عندنا في المحل، على اساس لازم نكون كاملين متكاملين قدام الزبون. الزبون يجي يلاقي طلبه عندنا هنا، ويبقى طالع مستريح ومبسوط مننا ومن المعامله الطيبه، واحنا خدامين الجميع. وشكرا للمستمعين. عايزين نشوف بقى يا حاج سعيد الغوايش ومصنعيتها والاوزان. طبعا دي احدث التشكيلات اللي نازله الاسبوع ده، يعني يوم السبت اللي فات ده الموافق حوالي يوم 11 او 12، نازل لي اشكال جديده. لازم بيتعرض عليا كل اسبوع اشكال جديده في الغوايش، لان كل يوم بيجي الجديد او بياتي الجديد. فطبعا انا بكون محافظ على كل الجديد اللي بينزل، لازم اوجده في السوق عشان الزبون يبقى مبهور بالمناظر الجديده اللي عندي، ومعظمها مش موجوده في الساغه كلها. دايما بحافظ على الاشكال الحلوه، وادبق الاشكال الجميله اللي تناسب الزبون، والزبون يبقى مشتاق لها. دي غويشه، الغويشه الواحده برضو ننزل غويشه منهم على اساس، او غويشتين في عندي. المقاسات بتبدا من 20 21 و22. في عروسه بتبقى ايدها صغيره بتحتاج المقاس ال 20 اللي هو ده مقاس 20، ده مقاس 20. وفي عندي مقاس 21 اللي هو ده، وعندي مقاسات خاصة. يعني في واحدة نفسها تلبس غوايش وايديها ال 22 ما يجيش على قدها، اعمل لها 23، اجيب لها 23 و24 لو تطلب الامر، بعمل لها طلبها، وفي خلال يومين او ثلاثة يكون الطلب جاهز. ان بتلاقي طلبها برضه، طلبها دي المقاسات الموجودة 20 21 و22. دي اسمها ايه الغويشة دي يا حاج سعيد؟ الغويشة دي اسمها تفاحة. تفاح معرجة على اساس دي نازله كتير في اللبس والقلق. برضه في مقاسك عندي انت تلبسي كده 20 بس عشان ما تدخلها وتطلعها ما يبقاش صعب. فانا ملبسها دلوقتي غويشه 22 عشان تفرجها للعملاء وللناس اللي هتتعامل معايا، ودي احدث موديل نازل. في اشكال تانية جميله وجديده برضه هوريها لكم، برضه المقاسات كلها موجوده وشكل جديد، وما منزلش الساغه لسه، نازل عرض عندي، نازل عرض عندي، واشكاله كلها موجوده اهي، اشكال جميله. خدت بالك؟ ده غويشه اسمها ليزر، ما فيهاش فصوص، تشوفيها تقولي انت فيها فصوص، بس هي ما فيهاش فصوص، وغويشه جديده ونازله جديده. دي خليجي، الغويشه دي خليجي، ومصنعيتها برضه ووزنها خفيف، ووزنها خفيف وحلوه وشكل، وبتبان في اللبس غوشتين او اثنين او ثلاثه بتبان في الشكل. برضه مقاساتها 20 21
2021 2022 اوزن الهويشه هنا اهي. استنى ما تتاكد من الميزان. طبعا هويشه واحده ما تنفعش. اسكت يا احمد. هويشه واحده ما تنفعش. اثنين على كتاب خليجي اللي هي ليزر اهم اثنين اهم مع بعض. الغوشتين 19 42 اشيل 12 مللي تبقى 19 30 عشان الورقه. عشان الورقتين الورقه من دي 6 مللي. بخصم الورقه عشان ما يبقاش حرام. الورقه 6 مللي. الناس ما بتاخدش بالها يا جماعه. الناس ما بتاخدش بالها. الورقه الواحده تعمل لها 40 جنيه 45 جنيه 50 جنيه حرام. ان حاسبك على ورق. فدي برضو لازم نكون حريصين امام ربنا ونكون عندنا امانه ونعرف الزبون ان الورقه بتتخصم عشان ما تتحسبش عليه في الحساب. برضو في جوايش تانية برضو احدث منها جميلة برضو. دي احدث حاجة نازلة. اتفرجت برضو على اشكالها. جوايشة زي دي. جوايشة اسمها مع الرجا. برضو نازلة ليزر جديدة. جديدة خالص مش ملاحق منها شغل. كل ده يا جماعة ما بيبقاش فصوص. هي اللي بيلمع ده ليزر. مش ملاحق منها شغل. الجوايشة التانية دي. ودي اللي جنبها دي جميلة برضو. جميلة برضو. عبارة الجوايشة عن 20. هو ده يا جماعة اسم المحل. محل الملكة. مجوهرات الملكة. ده تالت محل على ايدكم اليمين وانتوا داخلين الساغة في الحنفي. طبعا المحلة الكبرى في طبعا خصومات زي ما انتوا شفتوا كده على المصنعيات الدبل وحاجات تانية كتير. اللي هيروحوا يقولوا ان هم شافوا الفيديو في القناة وياريت تاخدوا سكرين شوت من الفيديو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله في جزء تاني عشان ما اطولش عليكم. يا رب الفيديو يعجبكم. متنسوش بقى لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. وكنت معكم شيماء سعيد. السلام عليكم ورحمة الله.